وتنضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث أيضا عن تطور العملات الأجنبية بشكل عام. أهلا وسهلا بك أستاذة أماني. وسأبدأ اليوم، الدولار واليورو ذهبوا إلى المنطقة الخضراء. صباح الخير. طبعا يعني الدولار الأمريكي شهد ارتفاعات ملحوظة يعني في بداية التداولات الأسبوعية بعد تصريحات من بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي حيال التأكيد على ضرورة الاستمرار في رفع الفائدة يعني في محافظة أو في محاولة للسيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار. فعلى الرغم من أن الفيدرالي الأمريكي قد نجح بالفعل في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار 4 شهور متتالية، الآن ارتفاع أو معدل التضخم يستقر عند 7.7% على أساس سنوي، ولكن بعض الأعضاء يروا أن الوتيرة الحالية التي تزال طبعا مرتفعة جدا عن المستويات المرجوة من قبل البنك عند 2%، وبالتالي ضرورة الاستمرار في رفع الفائدة خلال عام 2023. الآن وبعد ما كانت التوقعات طبقا لأداة سيم إي جروب يعني تأتي لصالح رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، يعني بدأت نوعا ما تزداد بعد ما كانت نصف نقطة مئوية، وبالرغم من أن يعني توقعات رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية حوالي 60%، ولكنها تراجعت أكثر بكثير من 80 و85% مع الترقب لقرار رفع جديد في اجتماع ديسمبر المقبل. انقسام الأسواق والتضارب ما بين يعني تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي يعني يتسبب في نوعا ما الضغط على أسواق العملات، وبالتالي الدولار الأمريكي بعدما كان شهد تراجعات ملحوظة عاد ليرتفع من جديد ليستقر مؤشر الدولار الآن بالقرب من مستويات 106، ويعني عاد ليضغط على تداولات أغلب العملات مثل اليورو والجنيه الاسترليني. فعلى الرغم من ارتفاعهما إلا أن الاسترليني عاد من جديد دون مستويات 1.20، واليورو الآن مستقر عند 1.03. نعم سيدة أماني، اليوم عندما نتحدث أيضا عن هذه المؤشرات، متى ننتظر اجتماع الفيدرالي، وهل نتوقع أن يتحرك سوق أو مؤشر الدولار بشكل عام قبل الفيدرالي بأيام أم لا؟ مبدئيا يعني التباين الواضح ما بين توقعات المستثمرين وبين تضارب اعضاء تصريحات اعضاء الفيدرالي الامريكي يجعل الاسواق تهتم باغلب البيانات او باي بيانات اقتصاديه من المقرر صدورها. الان ننتظر عديد من البيانات الاقتصاديه الامريكيه هذا الاسبوع، ننتظر مؤشرات الانفاق الاستهلاكي التي ايضا مؤشر قوي على وتيره التضخم يوم الخميس المقبل، وطبعا يوم الجمعة بيانات سوق العمل أو بيانات الوظائف الأمريكية والتي تعتبر من أهم القطاعات التي يراقبها الفيدرالي الأمريكي. فإذا أثبتت أن البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع داعمة لتحسن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي، فقد تزداد توقعات رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وهو ما سيدعم ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث أن الأسواق ستبدأ في التأهب لمزيد من رفع الفائدة في 2023. على العكس تماما أن أي بيانات اقتصادية قد تكون مخيبة للآمال قد تتسبب في تراجعات قوية للدولار الأمريكي، حيث ستستعد الأسواق لتثبيت أسعار الفائدة أو يعني تباطؤ وتيرة رفع الفائدة في 2023، وهو ما سيدعم أغلب العملات الأخرى. نعم أستاذ أماني، أيضا في هذه الحالة من سيكون أكبر المستفيدين في حال تضرر الدولار الأمريكي بشكل عام؟ ما هي العملات الأخرى التي يمكن أن تكون أهم المستفيدين وأبرزهم؟ طبعا 2022 كان من اكثر الاعوام التي يعني تضررت فيها اغلب العملات الرئيسيه. نحن نتحدث عن اليورو الذي عاد دون مستويات التعادل، الجنيه الاسترليني وكذلك الين الياباني، ومع تراجع الدولار الامريكي في الاسابيع الماضيه الاخيره اغلب تلك العملات عادت لترتفع من جديد، وبالتالي فيعني الاسواق الان منتظره اي علامات على تحديد وتيره التجديد النقدي، واذا بالفعل بدا الفيدرالي الامريكي في تخفيف وتيره رفع الفائدة كما تتوقع الأسواق فسيبدأ أغلب العملات في الارتفاع من جديد. طبعا اليورو عاد يتداول أعلى مستويات التعادل من جديد، يعني الآن يستقر عند 1.03، وأيضا علينا ألا نغفل أن بيانات اقتصادية أو بيانات التضخم الأوروبية من مقرر صدورها هذا الأسبوع، أيضا بيانات التضخم الأوروبية كانت من أكثر البيانات التي تسببت في الضغط على البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة 3 اجتماعات متتالية ومرتين بواقع
75 نقطة أساس، وبالتالي لو فعلا أثبت البيانات أن هناك مزيد من التحسن أو مزيد من ارتفاعات التضخم فسيضغط هذا على بنك المركز الأوروبي لرفع الفائدة، وبالتالي استمرار ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار. نعم، المحللة المالية ومحللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.